هو انت من الستات اللي بيجوا امريكا عشان يولدوا؟ لا بقول لك ايه، انا رميت السيجاره عشان انت حامل، قفلت الموسيقى عشان انت عندك صداع، ودلوقتي مش عايزه تتكلمي؟ لا انا مش هقعد كده. انترتين مي. انتر ايه؟ اعمل لك ايه يعني؟ اتصرفي. انا اصلا بعمل الكار بولينج ده عشان اتسلى، انا مش هقعد ساكت 6 ساعات في الرايد. المشكله ان هو قال لماما ان انا هولد هنا، وانا مأكده عليه والله العظيم. يا حازم ما ينفعش تقول لماما، ما ينفعش تعرف من حد غير مني انا الاول. لا وايه، شكله اتنصب عليه من الزفت بتاعه، بيقول لي ان انا اللي مش هعرف اتصرف، ده هو اللي مضيعنا. انا متاكده ان هو لو جه كفايه كفايه. ام سوري اللي انا قلت لك اتكلمي، وداني هتقع. يا سلام للدرجه دي.